أهلا بكم مشاهدينا. أزمة جديدة يواجهها عقار زنتاك المستخدم لعلاج الحموضة وأيضا حرقة المعدة وأيضا عشرات القضايا التي تثبت ارتباطه بالإصابة بمرض السرطان. فهل فعلا أو حقا يسبب عقار زنتاك الإصابة بمرض السرطان؟ وماذا فعلت الشركة المنتجة له في هذه القضايا؟ التفاصيل كاملة من خلال هذه التغطية. الحقيقة إن عقار زنتاك المستخدم لعلاج الحموضة وحرقة المعدة أقر عام 1983 وأصبح من أوائل الأدوية التي تتخطى مبيعاتها مليار دولار بشكل سنوي، ولكن ارتبط اسمه مؤخرا بالإصابة بمرض السرطان. الشركة المصنعة له هي شركة الأدوية البريطانية GSK، أعلنت أنها ستسوي دعوى قضائية أمريكية تتعلق باحتمال تسبب عقار زنتاك التي توقفت عن إنتاجه في الإصابة بمرض السرطان. الحقيقة أنه توصلت الشركة لاتفاق سري مع أحد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية يقول أنه أصيب بمرض سرطان المثانة بسبب تناول زنتاك، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة تلك الدعوى في 24 يوليو لإثبات صحة ما قيل عن ارتباط زنتاك بالإصابة بمرض السرطان. وتعتبر بالفعل هذه القضية ليست القضية الأولى بخصوص ارتباط اسم زنتاك بالإصابة بمرض السرطان، ولكن هناك بعض الدعاوى القضائية الأخرى في كاليفورنيا، كما يوجد أيضا حوالي 78 ألف قضية في محكمة ولاية ديلاوير. وتعتبر أيضا شركة GSK هي شركة الإنتاج الرئيسية التي سوقت للعقار في الأصل، ولكنها باعته لشركات أخرى عديدة من بينها فايزر وسانوفي. الحقيقة أيضا أنه إضافة إلى شركات الأدوية التي تنتج العقاقير بعد سقوط حقوق ملكياتها، والجدير بالذكر أيضا أن شركة فايزر أو فايز وسانوفي سوت دعاوى مماثلة في نفس المدعي في كاليفورنيا أواخر العام الماضي، حيث من الممكن أن تتسبب الدعاوى القضائية هذه في تعويضات تصل قيمتها ل 40 مليار دولار. وتعتبر بالفعل هذه القيمة خسارة لشركات GSK وهاليون التابعة لها وفايزر وسانوفي أيضا. حقيقة أنه فعلا أو في ديسمبر الماضي رفض قاضي حوالي 50 ألف دعوة ضد زنتاك ومحاولة ربطه بالإصابة بمرض السرطان أيضا، ورأى أن الأراء المقدمة لذلك غير مدعومة بالأدلة العلمية، وتم ربط زنتاك بمرض الإصابة بالسرطان بسبب المكون الفعال الرئيسي فيه وهو الرانتادين، حيث يتحلل بمرور الوقت ويشكل مكون كيميائي يسمى NDME، ويوجد هذا المكون بمستويات منخفضة في بعض الأغذية والمياه، ولكن قد تسبب كميات كبيرة منه في الإصابة بمرض السرطان. وهو ما جعل بعض الشركات والصيدليات تتوقف عن بيع زنتاك في عام 2019 خوفا منه، وسحبته أيضا إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من الأسواق عام 2020. كما أيضا رفعت كل العقاقير المنتجة باسم أو المنتجة باسم نفس تركيبته، وتسبب ذلك في رفع العديد من الدعاوى القضائية. وقالت شركة CVS الأمريكية للرعاية الصحية عام 2019 أنها ستوقف مبيعات عقار زنتاك المشهور لعلاج حرقة المعدة، كما ستوقف أيضا منتجات أخرى تحتوي على مادة الرانتادين في صيدلياتها بعدما اكتشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجود آثار لمادة مسرطنة ومعروفة في بعض من تلك العقاقير. وفي الشهر نفسه كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت اكتشافها كميات ضئيلة من مادة مسرطنة في بعض الأقراص، واكتشفته أيضا في عدد من أدوية علاج ضغط الدم التي يتم بالفعل استخدامها، مما تسبب في نقص هذه العقاقير. وقالت CVS أن إجراء تعليق المبيعات هو إجراء احترازي حتى اكتشاف هل مادة NDME الموجودة في الرانتادين المادة الفعالة في زنتاك تشكل بالفعل خطرا على صحة المرضى أم لا. ولكن من ناحية أخرى
نفت الشركات المعنية مرات عديدة احتمال تسبب زنتاك في الإصابة بمرض السرطان، ولكن أيضا بالفعل نذكر حضراتكم أن عقار زنتاك هو عقار يستخدم في علاج القرحة وحرقة المعدة، ويعتبر من الأكثر مبيعا في العالم بين الأدوية، وكان قد أنتج علماء من جامعة جلاسكو دواء رانتادين في عام 1979، وسجلت الشركة براءة اختراعه في الولايات المتحدة، ثم طوروا العقار تحت اسم زنتاك كعلاج للقرحة والحرقة. ولكن عام 2019، وهو العام الذي ارتبط فيه اسم زنتاك بالإصابة بمرض السرطان، وتم ترجيح وجود مادة مسرطنة به ترجع للمكون الفعال الرانتادين، وقامت الشركة الصانعة وأيضا المنظمات الصحية حول العالم للدواء بسحبه من الأسواق، وتم حظره بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء تماما في عام 2020، ولم يعد يحق لأي شركة أن تصنعه ولا ينصح أحد بتناوله. وفي بريطانيا عام 1981 أجريت اختبارات على 11 رجل صحتهم جيدة، وتناولوا 150 ميلي جرام من الرانتادين يوميا لمدة 4 أسابيع، ووجد العلماء أن استخدام الرانتادين لفترات طويلة يؤثر على البكتيريا المعوية. وأخيرا أيضا أكد العلماء بعدها أنه بالفعل يمكن لمستويات عالية من النترات أن تؤدي إلى تكون مركبات نتروزامين، والتي تعد مسرطنة بكافة أنواعها. مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل القضايا المقدمة بشأن عقار زنتاك، وما زلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.